احنا ليه لسه ما زلنا مش عارفين نستوعب ونقوم ونتدارك انفسنا ونعيد صياغة فهمنا لديننا في زماننا ده دلوقتي، فننهض مرة اخرى ونحيا؟ ليه لسه عايشين في حالة التقليد؟ يقلد الضعيف القوية، الضعيف بيقلد القوي، احنا لسه في التقليد. احنا الى الان معظمنا، وده المنهج التاني اللي هو الانبهار، احنا واقفين عنده. قلنا في الانتحار ده، دول خمس طرق للتعامل مع الصدمة دي. احنا اتصدمنا فطلع مننا بسرعة مناهج كده كلها مغلوطة عايزة تحل المشكلة، فمنهج بسرعة كفر الكل كفر وبدأ يكفر الآخرين طبعا، وبقى بيكفر مسلمين كمان جوه ويقول عليهم مشركين ومش عارف ايه، ومحتاجة وقت للتفصيل مش وقتها دلوقتي. منهج تكفيري كده انتحاري. والتاني انبهار. انبهر ده بالنسبة له، قال لك لا 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 خلاص هات الثقافة اللي بره زي ما هي يا عم، وخلي الدين في البيت الله يخليك. انبهر من كتر ما هو منبهر بدأ يخرج عن هوية الإسلام. صحيح. خرج من جلده. بدأ يخرج عن مقتضيات اللغة وهو بيتكلم في الشريعة، وهو أصلا ملوش حق يتكلم في الشريعة لأنه مش دارسها، مش عشان حاجة. ادرس واتكلم زي ما قلنا في حلقات التخصص والمرجعية. هذه نتجت عن عدم وجود مرجعية. منهج الانحصار اللي بيشبه الفرار يوم الزحف، يعني انت بتبعد عن الواقع، بتفر من الواقع. سيب الواقع ده زي ما هو كله كده. تعال نركن احنا على جنب كده ونعيش في الصحراء، او لو ما عرفناش نعيش في الصحراء معنويا كده نعيش بعيد عن الناس، وعدم التفاعل مع المجتمع، عدم مخالطة الناس، عدم الصبر على أذاهم، عدم تعمير الأرض. عدم 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 انحصار، تعيش في عزلة كده مع نفسك او في قوقعة بعيد عن المجتمع. جدا. ده بص، ده رد فعل اخر. بص، هي صدمة جت، زلزال هز البيت. فافراد البيت اتصدموا، فكل واحد خد رد فعل من نوع اخر مختلف. اللي كفر وانتحر وموت اخرين، واللي انبهر وبقى بيقول لك هم الصح. الباشا صح، اي حاجة يقول عليها الخواجة. معنويا كده ده من الاخر، ده من الاخر كده. والدين غير اي حاجة وشوف واعمل معلش مصدوم، ما هو مصدوم يا معتز. انا بتاعكو، انا معاكو، ولعلمك بنيه سليمه والله. يعني هو مش قصده. أيوة. احنا مش بنحكم على اشخاص، هو برضه عايز يحل الازمه. ما هو ده مش عارف، انا عايزك تكمل الخمسه بس. اللي باع كل شيء ده وقال لك انا مسلم امري ويلا افلام وهقضيها، ده لو في خطاب ديني حلو ولو في حد بيجيبه كده اهو زي حالاتك، ربنا يفتح عليك المعز. مفاهيمه هتتغير. ده لو قال افلام، ده النموذج زي ما انت تقول باعها وقال افلام، او قال اقتصاد بطريقه معينه وبعدين اثبت النموذج الاقتصادي ده فشله. تخيل بقى اللي قعدوا ينصروه من 50 سنه و40 سنه دلوقتي و30 هيقولوا ايه؟ منهم اللي مات سبحان الله ما شافش نتيجه ما نصره مخطئا. مظبوط. والنظام السياسي والنظم البتاع ما ينفعش. كل ده مظبوط. ده المنبهر. المنحسر ده التاني قاعد في الركن، ده خد كده ركن. قال لك انا يا عم لا ضرر ولا ضرر. مش منهج الدين طبعا، مش منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي غير الواقع، غير الله تعالى به الواقع. ده احنا، ده العالم كله خرج من الظلمات الى النور عشان سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ياه. مش الانحصار ابدا منهجه، ما ينفعش. لازم اعترف ان انا مقصر. يمكن هو معترف، خد ركن. منهج الاخر الاجترار. الاجترار عايز يجتر الماضي الى الحاضر. عايز يعيش في كبسولة زمنية، في سفينة فضائية. عايز يقول احنا لسه في العهد بتاع السلف، وهو مش قادر يفهم انه السلف نفسهم في حاجات لو الزمان اتغير كانوا هيغيروها، لانها مش من الاسس اللي لازم تتمسك بيها صورة طول ما انت متمسك بجوهر الدين. فبقى عايز يعيش صور بس، وبقى عايز يتغاضى عن الواقع، مش راضي يقبل الواقع على فكرة الى الان، انه في البشرية اتغيرت والدين يتسع للتعامل مع هذا الطور الجديد من البشرية. ليه بتضيقه؟ الاسلام اوسع من المسلمين، قلناها مع بعض في اول حلقة مع بعض. الاسلام اوسع من المسلمين. والاشترار لغويا يشتر احداث الماضي، يعني هو زي الجمل كده، هو بياكل بيشتر حاجة، هو مفيش حاجة في بقه. هو من الجمل فعلا، مش كده؟ نعم. هو مفيش حاجة في بقه، فهو الراجل بيستدعي احداث نقول ايه ولت وراحت الى غير رجعة. نعم. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مشيش على اسفلت، ما نمشيش على اسفلت، وما لبسش ساعة، يعني حاجات كده. وخدها بقى في الاقتصاد، وخدها في السياسة، وخدها في كل حاجة. الفكرة دي الخاطئة، وزي ما قلت لك الوقت لا يسمح. المنهج الاخير الخاطئ الاغترار. انسان اغتر. اغتر يعني اغتر بعلمه القليل، وافتكر نفسه عالم، وبدأ هو يعمل من نفسه مرجعية في كل المجالات، وخاصة في مجال الدين. ده النموذج اللي اتكلمنا عنه في حلقة الحرية والتقدم والجرأة مع بعض من اسبوعين تقريبا.
نموذج انه انه ايه ان هو يعني شايف في نفسه ان هو نموذج يتكلم في كل شيء ويبقى مرجعيه لكل شيء دون ان يكون عايز اقول لك مؤهل لكده ولا ايه. فكرتني بابيات شعر اتانا من الاعراب قوم تفيهقوا تفيهقوا يعني عايشين دور ان هم بيفهموا في الفقه وهم غلابه فبيقول الشاعر وعالم اتانا من الاعراب قوم تفيهقوا وليس لهم في العلم اب ولا جد ما لهمش في العلم لا اب ولا جد يقولون هذا عندنا غير جائز يقول احنا عندنا كانه هو الامام مالك مثلا حاجه عندي في مذهبي ده غير جائز ده حرام ده حلال بيفتوا في الدين يقولون هذا عندنا غير جائز فمن انتم حتى يكون لكم عنده انت مين عشان يبقى عندك عندي درست ايه عشان تتكلم في الدين اصلا ده نموذج وبيبقى عاده جاي من سكه الانبهار بياخد طريق الانبهار فبيؤدي بيه الى الاغترار نموذج اخر بيبقى درس الدين شويه لكن زي ما بعض المشايخ فرقوا ما بين الكلام عن الشيء والكلام في الشيء شتان الكلام عن الشيء دي ثقافة التدين ده مجال العلم ده دين او الدين علم الدين علم بيدرس يدرس يعني محتاج ادوات محتاج جو علمي وبيئة وكتاب ومنهج واستاذ وطول زمان والحاجات اللي قلناها في الحلقة زمان بتاعت التخصص والمرجعية ده علم عايز تتكلم في الشيء ادرس الشيء الاول يعني مش كل من هب ودب سوري يعني يقول رأيه الديني في الامور المختلفة لا بالعكس اقولها لك بطريقة تانية احلى كده واوسع قول زي ما انت عايز بس اعرف ان ده رأيك الشخصي ده مش انت مش بتتكلم باسم الدين ما تروحش تفتن الناس ده انت متدين اسأل وقول وخد واعمل التدين مجال واسع اما الدين ده علم طيب ده النوع الاخر من المغتر درس شوية بس لسه بيتكلم عن الدين لا بقى بيتكلم في الدين وما اكثر هذه النماذج دلوقتي يطلع يقول لك القرآن لكن السنة مش عارف ايه والايه 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 فين درستوا ايه انتوا بتقولوا ايه انتوا بتقولوا اهو ده النموذج الخامس اللي لما البيت اتزلزل طلع هو كمان وقال لك انا هحل المشاكل ليس هكذا التعامل انا يعني حاسس انك تاخد بريك هاخد فاصل وهرجع نعمل يعني مراجعة لهذه النماذج لان انا عندي اسئلة كتير في دماغي والنهاردة اخر حوار في خلال شهر رمضان المبارك مع معز مسعود في الطريق الصح في 90 دقيقة هنكمل بعد الفاصل اوعوا تروحوا في اي حد فاضل ايام معدودة ونستقبل عيد الفطر المبارك والسؤال يا معز السؤال من وجهة نظري انا مش مقتنع ان العيد هو كحك ولبس جديد وتغطيات للمسؤولين وهم بيروحوا يصلوا العيد في المساجد مش ده يعني انا حاسس ان فيه ما هو اكبر والسؤال مباشرة كده احنا بماذا نحتفل في العيد الإجابة في السؤال لما قلت ما هو أكبر والله ما هو أكبر بكتير ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون احنا ربنا بيقولين ايه ولتكملوا العدة هنصوم الأيام كلها خلاص 29 أو 30 العدة خلصت ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عارف العيد ده هو طبعا للصائم فرحتان الفرحة لما بيفطر عيد الفطر احنا فرحانين بقى هنفطر خلاص وعملنا شوط كده في مشقة لله سبحانه وتعالى وتضحية وجهاد النفس وتعلمنا ازاي نجاهد نفسنا ونحرمها من اكتر حاجة هي محتاجاها شهوة مبررة شهوة الاكل والشرب طبعًا. مش شهوة فيها لعب يعني انت حقك تقول عايز اكل واشرب انت مخلوق ناقص عايز تاكل انا وانت يعني في احتياج بس في شهوات تانية برضو الانسان بيبقى محتاجها طبعا ما انا قصدي اقول ايه بس يعني انت عارف انه لو من غير اكل وشرب هتموت كمان يعني في مستوى اكبر شويه يعني من الاحتياج وكله احتياج لا شك بس اللي عايز اقوله ايه انك يا انسان انا بقول لنفسي يعني انك بما انه احنا قدرنا ننظم انفسنا ونقول لها ما تاكليش دلوقتي كلي عند المغرب اصبري اعملي فاكتر حاجه محتاجينها في الميه حتى مش بس في الاكل كمان في الشرب في الميه في الصيف والصيف او الدنيا حر بتبقى وكل ده يبقى احنا قادرين على ضبط انفسنا او دي هدايه
تمام. احنا كده تهدينا على فكرة، تهدينا طريق، عرفنا نمشي على الصراط المستقيم، عرفنا ان احنا نقدر نعمل كل اللي امرنا به ربنا سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض المفسرين قالوا كما ظننتم، هو ليه جاية تأكيد؟ يريد الله بكم اليسر، تأكيد بقى، ولا يريد بكم العسر. كما قد يكون ظن بعضكم، ايه المشقة دي وايه الصعوبة دي؟ ابدا ده يسر، ده تسهيل ليكم للمهمة بتاعة الدنيا دي من خلال قدرتكم على ضبط النفس وتنظيم الشهوات. تمام. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. تمام. ولتكبروا الله على ما هداكم. الهداية اللي دقناها بقى دي، لان احنا جهدنا انفسنا واكتشفنا ان احنا بنعرف نتقي، بالذات اللي جرب مننا صيام الجوارح اللي قلنا عليه من كم حلقة مع بعض. فارتقى درجة من صيام بقى البطن والفرج اللي هي المفطرات للجوارح كمان، العيون والودان واللسان والغيبة والكذب والنظر للحرام والاستماع، واللي بطل النميمة وبطل يغتاب الآخرين وبطل وهو بيجاهد نفسه. بالظبط، مش بطل كده وهو مش قاصد، ده بطل يعني مع سبق الإصرار والترصد. ايوه بالظبط. ومنه اللي ارتقى لصيام القلب بقى، وتكلمنا في ده المرة اللي فاتت، وازاي عرف بقى ربنا سبحانه وتعالى في قلبه بقى يبعد عن اي حاجة بتدخل القلب والامراض اللي ممكن تخليه يبعد عن مشاهدة الحق سبحانه وتعالى في قلبه، ده مقام عالي. كل دي حاجات دقناها هداية، كل واحد مننا ده هداية. على فكرة اللي صام بس الدرجة الاولى من الصيام الحمد لله اتعلم يضبط نفسه. كل دي هداية. ولتكبروا الله على ما هداكم. الله اكبر اللي بنقولها في العيد دي بالقلب قبل ما تكون باللسان. على فكرة بالقلب قبل ما تكون باللسان. وعشان كده كان زمان اسلفنا بقى بجد نفضل نقول نبص للماضي لما نقتدي بهم في ازاي كسروا نفوسهم. فإزاي نصروا الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى. كويس. إزاي نصروا الله بالغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما أصلك خلي بالك، الإنسان لو مستحضر، لو شايف ربنا سبحانه وتعالى مش هيعرف يعصيه. الحكاية كلها إن إحنا محجوبين عن الله، فتيجي هنا الامتحان. هنا فرصة اللعب بقى واللف والدوران. ليعلم الله من يخافه بالغيب. كنت عايز تقول حاجة؟ تمام. عايز اقول لفت نظري الخمس تقسيمات اللي انت قلتهم لي قبل الفاصل، ان احنا الامة الاسلامية انت شبهتها بانها تعرضت لزلزال البيت، حصل فيه خمس نوعيات، نوع انتحاري، نوع النوع الثاني انا كاتبهم انبهر، انبهاري، انبهر، نوع انحصر وانعزل. ايوه. نوع مجتر، اكتر، مجتر اجتراري، بيشتر الماضي. ونوع ثاني اغتراري، مغرور او اغتر بنفسه. نعم. وبدا يتكلم فيما ليس له به علم، فضل الناس، فضلوا واضلوا. اذا الامه الاسلاميه عندها مشكله. لا حول ولا قوه الا بالله، دي حقيقه. ولكن الأمة الإسلامية أمة مهدية ولا تجمع على ضلالة، والخير فيها إلى يوم الدين. والمشكلة دي حصلت بسبب إن احنا غيرنا ما في أنفسنا زي ما قلنا، فغير الله حالنا، دي حقيقة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، منين دي؟ قل هو من عندي أنفسكم. ربنا بيقول لنا في سورة آل عمران. لازم نتعلم من اللي مروا بالحاجات دي قبلنا، وكانوا الصحابة الكرام عليهم رضوان الله. أولما أصابتكم مصيبة، غزوة أحد، قد أصبتم مثليها، أنتوا قبل كده أصبتم العدو يعني، وحصل ده برضو، لكن المرة دي أنتوا اللي أصبتم، قلتم أن هذا، هو ده منين؟ لا، ده السؤال ده قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. غلطنا، حبينا الدنيا، تعلقنا، انبهرنا، اغترينا، انحصرنا، اغترينا، انتحرنا، أعوذ بالله، ناس عملوا، نسينا نفسنا. نعم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا البيت مهمة. البيت ده محتاج يعاد ترتيبه، صح؟ ده البيت ده يعني محتوياته مبعثرة ومش مبعثرة ومعطوبة، وحصل خلل، وحصل مشكلتين كبار قوي ممكن نشاور عليهم بسرعة.